نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية كرم ورزوق التابعة لمركز فرس كور ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أعلنت المديرية أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، كما تم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. القوافل الطبية موجودة النهاردة في محافظة دمياط في قرية كرم ورزوق، مركز فرس كور محافظة دمياط. قافلة بتضم 12 عيادة تخصصية زائد عيادة تنظيم الأسرة. العيادات الموجودة معانا في القافلة عيادات متنقلة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية اللي بتخدم كل تخصص في القافلة. العيادات المتنقلة دي بتدعمنا بها وزارة الصحة والسكان، بتقدم مبادرة حياة كريمة في هذه القرية، بتقدم خدماتها بالمجان تماما. معانا كمان صيدلية متكاملة فيها جميع أنواع الأدوية اللي بتخدم التخصصات اللي موجودة معانا في القافلة. القافلة العلاجية من الخدمات المميزة جدا اللي بتقدمها وزارة الصحة، بتتميز بحاجتين أساسيتين: أولا مجانية الخدمة تماما بداية من قطع التذكرة وحتى انتهاء الخدمة. الحاجة الثانية كمان هي بتستهدف الأماكن البعيدة عن المستشفيات المركزية بمسافة لا تقل عن 15 كيلو متر، تسهيلا على أهلنا من كبار السن واللي مش بيقدروا يوصلوا لأقرب مكان لتقديم الخدمة. جايين من يعني من القرية وكده، فيعني أداء كويس وإحنا كشفنا حاليا دلوقتي، والحمد لله يعني كل شيء ماشي كويس قوي وحاجه مشرفه وشيء يعني شيء جيد للغايه يعني. احنا بنكشف ان شاء الله، وخدنا علاجنا وخدنا كل حاجه، والناس هنا محترمه والناس قاموا بالواجب فعلا يعني. بتاع الاخصائي بتاع الرمض كشف علي، وجيت تاني رحت العظام كشف علي برضه مشكور، وجيت التسجيل عشان استلم العلاج، استلمت العلاج بكل هدوء بكل راحة وتمام الشغل تمام هنا.